السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بالكل بالجميع. ان شاء الله اليوم نديركم وصفه مجربه تاع نساء اللي ما عندهمش الدراري. هو الربي هو الشافي هو الرزاق، وحنا غير اسباب في هذه الدنيا. وقلت عليها هذه الوصفه، جربوها ناس بزاف اللي نعرفهم عندهم شحال من سنين ما كانش عندهم اطفال، وربي رزقهم كامل. وان شاء الله تكون انا سبب من الاسباب، وان شاء الله كما قلنا ربي هو الرزاق، ان شاء الله يرزق ان شاء الله كل وحده محرومه من الاطفال. جبت لكم واحد الوصفه خواتاتي حياتي، ان شاء الله تجربوها وتربحوا عليا ان شاء الله. عندنا حليب تاع الماعز اللي فيه فوائد معروفه كثيره، وعندنا زعفران الشعره، هذا خواتاتي راهو معروف راهو غالي، شوفوا يتباع غير هذه كميه صغيره راهي تسوى شحال. بصح معليش على صحتنا وعلي ان شاء الله ربي يرزقنا وكامل، ان شاء الله واحد ان شاء الله يجرب هذه الوصفه وان شاء الله تربحوا عليا. ان شاء الله كما قلت لكم احنا انا غير اسباب، احنا في الدنيا غير اسباب، وان شاء الله ربي هو الشافي العافي. نوريكم كيف ديروا هذه الوصفه خواتاتي. عندنا كيس من كاس من حليب الماعز، ديروا خواتاتي هكذا، نحطوه فوق النار، فوق النار نخليوه هكا كما كنتو تشوفوا خواتاتي يتفنى برك. شوفوا خواتاتي ما نخليوه بارد، ما نسخنوه، نخليه دافي برك، يتفنى غير شويه خواتاتي، شوف غير يتفنى غير قليل، نبعدوه من النار هكا، ندفيوه برك، ما نغليوه ني والو، ما نغليوهش. ناخذو هكا كأس الحليب تاعنا، هذا تاع حليب الماعز، قلت لكم حليب دافي. بعد خواتاتي ناخذو هذاك الزعفران الشعرة اللي قلت لكم فيه فوائد كثيرة. هذا الزعفران الشعرة شوفوها خواتاتي، هاهو شوفو فيه يجي، راهو معروف في المغرب وفي القطر العربي، ما دبي كيما السعوديه كيما كامل، راكم تصيبوه ان شاء الله. راه مخلاف غالي شويه برك، بصح معليش. ناخذ هذاك الحليب الدافي، ناخذ كميه، شوفوا ناخذ معلقه صغيره تاع القهوه، هي شويه راه كافي، غير شويه ناخذ هكذا كمية. شوفوا خواتاتي ناخذ كميه قليله من هذا، شوفوا هذه هذه كميه كبيره، هاكو تشوفوا هي تشوفوها صغيره بصح هي كميه معتبرها وغالي، خاطرش الزعفران ماهوش كيما هذاك تاع البودره وكامل، زعفران الشعره ومعروف عنده فوائد كبيره. ناخذ كميه قليله، شوفوا نعبر لكم في المعلقه تاع كما تشوفوها صغيره بصح هي كميه معتبره، ناخذ غير كل يوم صغيره هكذا مغيفه، ميم با تاع القهوه ناخذ شويه كونتيتي هكا صغيره، غير كميه قليله. وناخذ معاها كاس حليب ونخلطوها، نخلطوها في الحليب تاعنا هذاك الدافي، نبداو نحركو على بركة الله، الله الشافي العافي بإذن الله. الله لا يحرم أي امرأة ان شاء الله، يربص يا ربي يرزق كل واحدة ان شاء الله محرومة يا رب العالمين آمين. أنا راني غير السبب من الاسباب، وان شاء الله ربي هو الرزاق. نحركو خواتاتي هكذا هذيك الكميه تاع الحليب، حليب الماعز اللي قلنا دفيناه، استنانو هذيك الكميه قليله من الزعفران الشعره. خواتاتي ناخذوه صباح اسبوع، سمعوني مليح خواتاتي، اسبوع قبل العاده، العاده الشهريه قبل العاده ما تجينا اسبوع. وحنا ناخذو كاس من حليب الشعره، حليب مع الزعفران الشعره، حليب الماعز اللي دفيناه، اسبوع كامل كل يوم الصباح ناخذو كاس هكذا. من بعد العاده كي تجينا ناخذو كاس كل يوم، كاس ثاني اسبوع كامل، سمعتوا خواتاتي، اسبوع قبل العاده واسبوع وراء العاده، وان شاء الله ربي يرزق اي واحد. كما قلت لكم خواتاتي اسبوع قبل العاده، اسبوع كامل كل يوم الصباح ناخذوها هكا
مي غير فهاكا كيما وريت لكم تاع الزعفران الشعره قليل منه. هذا راكم شدوا خواتاتي وحليب دافئ. وخواتاتي نسد ما نقول لكم عليه نقطه مهمه مهمه جدا، الحليب خواتاتي كي تشريوه من فضلكم ما تشريوهش من عند اللي يبيع الحليب تاع البقر والماعز، شريوه من عند هذاك اللي يرعى بهم، اللي يرعى الغنم تاعو، اللي يرعى بهم هذاك يحلب لكم من المعزه تاعو، يحلب لكم ريتلا ولا زوج اللي عندكم اللي عنده يحلب لكم وتجيبوه للدار، ما تشريوش من الحانوت. هذه نقطة مهمة في الوصفة، وصفة مجربة إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يرزق أي وحدة محرومة، والله هو الشافي، حنا غير أسباب في هذه الدنيا. وإن شاء الله أخواتي تعلقوا لي في الكومنتير، وإن شاء الله نكون أنا إن شاء الله وجه خير عليكم، وربي هو الرزاق إن شاء الله. وإن شاء الله أي وحدة محرومة ربي يفرحها، وأخواتي إن شاء الله تدعيوا لي، وإن شاء الله أي وحدة ربطت ان شاء الله تكون انا سبب من الاسباب تعلق لي وتقول لي نفرح بها، وان شاء الله تفرحني. وهذه الوصفه ان شاء الله هذه تقولها لهذه وهذه تقولها لهذه، وخواتاتي غير تحملوا تحبسوا منه، خاطرش هو مديور هذا غير المراه اللي الوصفه، غير المراه اللي ما عندهاش الاطفال، غير وحده ترفض ان شاء الله تنجب ترفض الحمل خلاص تحبس هذه الوصفة. وإن شاء الله ربي الشافي، وتعلقوا لي وإن شاء الله نفرح بكم، وربي هو الشافي كما قلنا. وإن شاء الله ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا لايك، وبقاو على خير خواتاتي.